مليون مبروك ليك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدينا. النجمة التاسعة من نصيب النادي الأهلي، الحمد لله والشكر لله مع الوفد الجديد أكرم توفيق. بقول لك مليون مبروك، وشك حلو النهاردة بتيجي والأهلي بياخد البطولة الأفريقية النجمة التاسعة. الحمد لله رب العالمين، طبعا الواحد فرحان ومبسوط. طبعا النادي الأهلي نادي كبير وأحسن نادي في أفريقيا، طبعا الحمد لله على التاسعة، وإن شاء الله ربنا يكرم كده الفترة اللي جاية وعقبال العاشرة إن شاء الله، ونقدر إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير والحمد لله رب العالمين. اول واحد يخش الاوضه هو انت اكرم، ها؟ عشان عايز اروح. عشان حضرتك مع النادي الاهلي ايه؟ لا والله الحمد لله رب العالمين. انت عارف ان الواحد لما طلع عرى كان عايز يثبت نفسه، والحمد لله ربنا كرمه ورجع النادي الاهلي تاني، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه ونكون عند حسن ظن الجماهير، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. قبل نهائي الكاس يوم واحد هتشارك ان شاء الله، يعني دي حسب رؤيه الجهاز الفني، فربنا يكرم ان شاء الله. كاس مصر احنا عاوزين كل البطولات. قول يا رب حبيبي، ربنا يخليك. تسلم لي، ربنا يخليك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن في لقاءات خاصه وحصريه لكل جماهير النادي الاهلي والقناة النادي الاهلي الحصري والخاص، مش هتلاقوه غير على قناه النادي الاهلي. عوده ليك من جديد، اتفضل. مليون مبروك بطولة الأفريقية، بطولة غالية لسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وبطولة أفريقية. الحمد لله رب العالمين، دايما الأهلي معودنا على البطولات، والحمد لله دي أغلى بطولة يعني للنادي الأهلي، والحمد لله إن احنا قدرنا نحققها لجماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله الفترة الجاية، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بالعشرة إن شاء الله. ربنا يخليك حبيبي، تسلم. مكملين معاك يا نجم، مليون مبروك فوزك بالبطوله الافريقيه النجمه التاسعه، الميداليه لكل جماهير النادي الاهلي لازم كل يشوفها، مليون مبروك. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والف مبروك لنا. طبعا الماتش كان صعب علينا والحمد لله قدرنا نحقق المطلوب مننا، والبطوله غاليه علينا كلنا، وبقى لها 7 سنين غايبه عن النادي الاهلي. الحمد لله ربنا كرمنا وحققنا البطوله والمطلوب مننا، والف مبروك للنادي الاهلي. الفوز على الزمالك ليه مزاج خاص؟ والله احنا مش في دماغنا اي حاجه والله من الكلام ده كله، احنا اهم حاجه عندنا البطوله، وده اللي احنا تعبنا عليه، تعبنا السنه كامله عشانه، والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر وخدنا البطوله الحمد لله. مليون مبروك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. يحيى يحيى مليون مبروك. يحيى يحيى كابتن سيد، اغلى سجده هو ده النادي الاهلي، عاوز تدور على انتصارات ليه مع النادي الاهلي؟ مليون مبروك، احسن فوز واغلى فوز النادي الاهلي النهارده على غريم التقليد الزمالك، وما احلاها بطوله النجمه التاسعه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بطوله كبيره جدا جدا، ولاده متعسره بنت 60 في 70، بقى لها 7 سنين بنولد فيها، لكن لما تولد يعني ولد وولد كبير يعني. الحمد لله رب العالمين، كنت متفائل جدا 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 يعني رقميا كمان، يعني دي المره التاسعه اللي بنقابل فيها الزمالك في البطوله دي، في بطوله دوري الابطال. لعبنا مرتين في سيمي فاينال 2005، ولعبنا مرتين في دوري المجموعات 2008، ولعبنا مرتين في 2012 دوري المجموعات، ولعبنا في 2013 دوري المجموعات مرتين، دي المره التاسعه سبحان الله. حتى اخر بطوله خدناها كانت المره الثامنه، كان برضو كانت المره الثامنه اللي بقى فيها الزمالك. الحمد لله رب العالمين، حق جماهير النادي الاهلي تفرح، وتفرح فرح كبير جدا جدا جدا. كنا محتاجين بطوله كبيره زي ديت في ظل موسم كله يعني انتقادات و يوم وكلام ثقيل وكلام يعني ما ينفعش يتقال على النادي الاهلي، لكن شخصيه الاهلي بامكانيات الاهلي وفكر الاهلي وقيمه الاهلي، الحمد لله رب العالمين قدرنا نعدي يعني. الحمد لله، بقول كمان لجمهور الزمالك افرحوا بفريقكم، قدمت ماتش كويس جدا النهارده، عملت ماتش كبير جدا جدا جدا، لكن البطولات الكبيره بتاعت الدوري وافريقيا اكيد بتروح للاهلي. الحمد لله رب العالمين، بكره هنفرح وبعده هنفرح، لكن ما تنساش ان احنا كمان عندنا بعد 5 ايام، بعد 5 ايام بطوله كاس مصر، وبعدين سوبر افريقيا الحمد لله. بكره في اجازه؟ لا لسه، بيقول الراجل يعني. عندكم مباراه يوم واحد ومباراه يوم 5 باذن الله رب نكسب يوم واحد، ومباراه يوم 5 ومباراه يوم 10، توالي مباريات وضغط المباريات، بس هو ده النادي الاهلي.
الحمد لله على كل شيء. كنا محتاجين ده يعني، اتعرضنا لشويه حاجات في الثلاث اربع ايام الثلاث ايام الاخيره، يعني بعد ديانج، بعد وليد سليمان، بعد صالح، وفي فتره كانت كنا محتاجين المجموعه كلها تبقى موجوده، لكن الحمد لله رب العالمين شخصيه اللعيبه النهارده كانت شخصيه يمكن في بعض الاوقات كنا محتاجين يعني يبقى رده الفعل احسن من كده، لكن يعني التوتال الماتش او اجمالي الماتش طبعا احنا نستحق الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على المكسب، الحمد لله على البطوله الكبيره قوي 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 دي. لحظه كانت امتى بالنسبه لك؟ والله بص، من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني خلينا نقول يعني احنا مش الناس اللي هي يعني رافعه مراخيرها لفوق، احنا ناس واقعيين جدا ونحترم الناس ونقدرها وننزل الناس منازلهم يعني. من اول دقيقه انا عارف ان انا قابل نادي الزمالك، فرقه كبيره وفرقه لها تاريخها ولها مكانتها، فلازم تعمل لها حساب كبير جدا جدا، لكن ثق في نفسك وثق في تاريخك وثق في شخصيتك وثق في امكانياتك وقدراتك يعني. الحمد لله على كل شيء، من حقنا نفرح ونفرح فرح كبير جدا. ليله الاهلاويه كلهم كانوا مستنيينها، ليله ما بتتكترش كتير يعني. انا ممكن يجي النهائي ده مره ثانيه، لكن مش بسهوله يعني، الاذهان والارقام والمباريات ما تتكررش. نهائي فاينل البطوله افريقيا ما بين الاهلي والزمالك، بما بينهم ما بين يعني طبعا بالتاكيد يعني حاجات كويسه، لكن في منافسات كبيره كانت هتفضل علامه في التاريخ، علامه مسجله في التاريخ ان انا كل ما قابلك. وبعدين انا ما خسرتش في سيمي فاينل في 2005، وما خسرناش في دوري مجموعات 2008، وما خسرناش في 2012 في المجموعات، وما خسرناش في 2013. كان هيبقى يعني شكلها وحش قوي لما نخسر اول مره من الزمالك في افريقيا ويكون النهائي يعني. مبروك البطوله يا بيه. الحمد لله الحمد لله. مستمرين معاك يا كابتن ايمن وكل نجوم الاستوديو التحليلي. كابتن حسين ما تزعلش، اللي جاي احسن، ده انت جايب جول عالمي قبل كده واخدت بطوله. يا سلام، هو ده حسين. انا خدت بطوله افريقيا، مش فارقه معايا ضيع ولا ما ضيعش، اهم حاجه احنا عالم بطوله افريقيا. بطوله افريقيا اللي جايبها على النادي الاهلي بقالها كتير. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للعيبه والجهاز الفني والعمال والاداريين والدكاتره وكله، مبروك بصراحه لينا. الحمد لله احنا تعبنا السنه دي، فالحمد لله ربنا عوضنا وقدرنا ان احنا نحقق البطوله. انا مش فارقه معايا، والله ما فارقه معايا اجيب جول. انا لو كان فارقه معايا الم الجزمه من اصحابي هلمها. انا قلت لهم انا مش عايز العب، انا عايز اكسب البطوله، مش عايز اكتر من كده. فالحمد لله دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. الحمد لله كل جماهير النادي الاهلي بتقول جول الوداد احسن جول في تاريخ الاهلي في مشوار افريقيا. والله الحمد لله، والله شكرا لجمهور الاهلي، وما تزعلوش على كل اللي ضيعتها، اهم حاجه المكسب. الحمد لله. والله جالك ياس في الملعب ولا كان عندك سكه ناخد البطوله؟ كان عندي سكه ان احنا ناخد البطوله ونكسب الحمد لله. زعلان؟ لا الحمد لله زعلان. انا كاس الدوري افريقيا الحمد لله. انت استاذ عدريف؟ الحمد لله. لما كان عبد الله بركيك عليه، ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. محمد شحاته، محمد طبعا، حسين شحاته حبيبي يا اليوم. مبروك فوزك اليوم ببطولة أفريقية، بطولة غالية ومفيش أحسن من كده ومفيش أغلى من البطولات الأفريقية، وكمان أمومة من الزمالك. طبعا الحمد لله، طبعا بشكر ربنا طبعا على المكسب النهارده، ببارك لجمهور النادي الأهلي العظيم على الفوز ببطولة أفريقيا، ببارك لإدارة النادي الأهلي على اللعيبة الرجالة اللي قدرت تحقق البطولة. الحمد لله بطولة غالية علينا كلنا، وان شاء الله باذن الله مزيد من البطولات باذن الله. ايمن اشرف راجل، ايمن اشرف باك ليفت ماشي، سيرد باك ماشي، وبتادي ولا اروع ولا اجمل، ومن احسن سيرد باكات الموسم ده مع النادي. الحمد لله فضل بيقول لك الحمد لله فضل ونعمه عند ربنا، ادينا نحقق البطوله ولاداء لجماهير النادي الاهلي والمؤمن زكريا. الحمد لله. يوم مبروك. الله يخليك. دكتور عمرو وحب، يمكن عشاييه الفتى الذهبي للنادي الاهلي على طول، بنبارك له على البطوله الغاليه، البطوله الافريقيه، النجمه التاسعه للنادي الاهلي. Yeah, it's been a long time coming. For the past 2-3 years we have been wanting to win this competition, but we are so
good. فيها صعوبه نحقق نكسب البطوله دي اخر سنتين ثلاثه. So we are so happy to have won it at last and I'm sure the fans are very happy too. We know it was a tough game but at the end we won the match. سعيد ان احنا كسبناها وطبعا اكيد الجماهير سعيده جدا احنا كسبناها، كان ماتش صعب بس المهم في الاخر كسبنا. مليون مبروك مليون مبروك مليون مبروك. مستمرين معاك كابتن ايمن، كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، كابتن سامي قمصان الادب الاخلاق بالاحترام بيشارك الراجل بكل كبيره وصغيره والراجل بيثق فيه وهو ده المدرب المصري السند على طول في ظهر المدير الفني. مليون مبروك، بطوله غاليه جدا 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 لدولاب بطولات النادي الاهلي. اولا مبروك طبعا ليك ومبروك لكابتن ايمن والاستوديو كله، مبروك لجمهور النادي الاهلي. اهم حاجه في المنظومه كلها الحمد لله زي ما انت قلت بنحاول نساعد الراجل والراجل الحمد لله متفاهم ومتعاون معانا. فرحه كبيره ان شاء الله، اتمنى انها تتكرر كتير كتير. بطوله كانت غايبه لكن الحمد لله احنا وعدنا الجمهور قبل كده اللي احنا ان شاء الله هنوعدهم بيها والحمد لله وفينا بوعدنا. ان شاء الله مستنيين دعمكم اكتر ان شاء الله مزيد من البطولات ومزيد من الانجازات للنادي الاهلي ان شاء الله. استوشوا المباراه شغاله، قلت مش يومنا، مش عاوزه تدينا اما كمان كوره جت في حسين الشحات في القائم. بص هو مباراه ده انت عارف ليك وعليك، يعني زي ما برده احنا جات لنا كوره في العارضه لحسين كانت كوره سهله، كان هم برده عندهم فرصه كبيره من زيزو في العارضه، لكن الحمد لله احنا عندنا دايما ثقه في لعبتنا وعندنا ثقه دايما ان احنا هنطلع اقصى حاجه وده اللي حصل الحمد لله. مبروك زي ما قلت لك، فرحه كبيره جدا، مقدرين جدا جمهور النادي الاهلي، مقدرين فرحتهم ان شاء الله نوعدهم ان شاء الله كمان وكمان ان شاء الله. شكرا جزيلا. سليمان محلل اداء النادي الاهلي.